في الفيديو ده هنتكلم ان شاء الله عن الجهاز اللي هو الار تي بي كان الموديل بتاعه كي ان 6595. الجهاز ده وظيفته ان هو بيقيس الاليمنتس في الوقود او في السيت. طريقه تشغيل بسيطه جدا. طبعا دلوقتي انا اتاكد ان الجهاز مطفي على طريق السويتش ده اللي هو في الجنب اللي احنا ممكن نكون شفناه في الفيديو اللي فات. بروح ضاغط عليه بالطريقه دي. طبعا الجهاز في ويندوز 10 وفكره تشغيله اللي هي الار دي اي اللي هي رود ديسك الكترود دي اللي تشمبر وفيها المكان ده اللي بتحط فيه العينات اللي انا عايز اقيسها وهنا بتحط الرود هنشوف الكلام ده بتحط هنا الديسك. هنا في الجهاز ده فيه ميزه صراحه ممتازه جدا يعني غير جهاز سبيكتر اويل. جهاز سبيكتر اويل لو كنت بلاحظ ان فيه الانتراكس بتاع السبكترا اللي هو على الشمال ده اللي عن طريقه بيدخل البلازما او بيدخل الضوء وبعد كده بيدخل الاوبتيكال سيستم للنظام الضوئي اللي داخل الجهاز وبنقدر عن طريقه نقيس الايه العين. الميزه في الجهاز ده ان هو فيه اثنين ويندوز مش ويندوز واحده بس. ويندوز اللي هي على الشمال دي ودي بيدخل فيها الضوء ويقيس بعض العينات. في كمان انترانس اللي هو ده لو حبيت ممكن تقرب كده وتوري الاثنين. هنشوف دي واحدة هنا واحدة هنا. اثنين. الجهاز ده فيه اثنين اوبتيكال سيستم. يعني ازاي جهاز السيستم في واحد بس. ده عشان الدقة اكتر لقياس العناصر وعشان ما يبقاش فيه انترفيرنس. زي ما لاحظنا اول ما الجهاز اشتغل جاست ضغطت على ده الجهاز اشتغل ايه والسوفت وير فتح وهنبتدي نشرح بالتفصيل السوفت وير اللي بيشتغل ازاي. هنا الجهاز ده موجود معاه الشارب اللي هو هنا اهو اللي هو ده وده فكرته زي جهاز سبكتر اويل بالظبط. لو حبيت ان انا ابري الحاجات عمليه البري بسيطه. لو فرضنا انا عايز ابري مثلا الرود والكرود اجيب دي الرود ده افضل ان انا اضغط من هنا الاول بالطريقه اهي وبعد كده بضغط على السويتش اهو عشان اشغل الشاربنر واروح اجيب ده واحطه بالطريقه دي اتاكد ان هو اتبرى كويس وخلاص وهكذا. والتاني مثلا ممكن اعمله نفس الطريقه ما انساش ان انا بعد ما اخلص برق ان انا اقفل السويتش ودي بتحصل كتير ان الواحد ينسى بعد ما اخلص برق لان ده لو سبته هيفضل شغال مش هيحصل حاجه بس هيفضل شغال على طول فيفضل ان انا بعد ما اخلص اروح طافي وبرده ما تلخبطش بدل ما اطفي ده اقفل ده ممكن الواحد يتلخبط بدل ما يروح طافي الجهاز نفسه فدي برده تخليه. طب كده السوفت وير ورينا الكود وادي عندي هنا زيتو ستاندرد على عندي دي. دلوقتي انا جاهز ان انا اشتغل اخد من الكابس اشتغل فيها. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنبتدي نشرح السوفت وير.